بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. في البداية أحب أشكر كل اللي بارك لنا وكل اللي قال لنا كل سنة وإحنا طيبين على عيد ميلادنا أو على مولد ميلادنا كان بالأمس امبارح. كل الشكر والتقدير لحضراتكم. إيه اللي بيحصل في السوق السوداء في مصر؟ ده عنوان مقالة قابلني على منصة إكس، عجبتني جدا جدا جدا، فقلت اشاركها مع حضراتكم ونعمل لها حلقه كده عشان تفهم ايه اللي بيحصل في السوق السوداء، وخصوصا في سعر الدولار في مصر اليومين او خصوصا الايام القليله الماضيه، وحتى التعويم المنتظر ايه اللي بيحصل بالظبط. طبعا هننقل المقاله بس ببعض التصرف، وهندي بعض الامثله ونوضح بعض التوضيحات عشان اكون لك صوره كامله بمنتهى البساطه. ايه اللي بيحصل في السوق السوداء في مصر؟ الناس متخيله للاسف ان السوق السوداء نفسها يعني تتمنى انه يحصل تعويم عشان سعر الدولار يرتفع. ده مش حقيقي، وان لما الدولار بيرتفع السوق السوداء بتكسب اكتر، ده برضو مش حقيقي. يعني الناس مفكرة ان السوق السوداء نفسها السعر يعلى ونفسها عشان تكسب اكتر و كلام ده مش حقيقي. خلينا نبدأ الموضوع من اول. انت بتنشأ السوق السوداء من عندنا، لازم تبقى عارف ان مفيش دولة على وجه الكرة الارضية هتقدر تمنع السوق السوداء، ولكن بتحجمها. بدل ما تبقى نسبتها زي ما موجودة في مصر 100%، بتخلي نسبتها ايه؟ اقل من 1 او اقل من نص او اقل من ربع او اجزاء من 10. خلينا ابسط لك الموضوع. خلينا نفترض كل الناس الشمال الموجودين في اي دولة في العالم، وطالما موجودة حياة في خير وفي شر. فتخيل كده، تخيل معايا واحد تاجر مخدرات، او واحد تاجر سلاح، او واحد تاجر او بتاع دعارة، او واحد بتاع غسيل اموال، هيروح البنك يقول لهم اتفضلوا انا جاي لي شحنة مخدرات وعايز 5 مليون دولار؟ مش هيحصل طبعا. هيروح يجيبها بديد من السوق السوداء، تمام؟ فنسبتهم لا تتعدى نسبة بسيطة جدا 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 جدا، تمام؟ ودي هتفضل موجودة. انما اللي احنا بنتكلم عنهم مش دول بقى، احنا بنتكلم عن التجار العاديين، اللي هو التاجر العادي اللي هو بتاع مثلا بتاع الزيت، بتاع العربيات، بتاع الورق، بتاع الملابس، بتاع المواد الغذائيه، بتاع الموبايلات، بتاع فوانيس رمضان، اي تاجر العادي خالص اللي كان قبل كده بيروح البنك، السلام عليكم، وعليكم السلام، انا عايز 5 مليون دولار اوراق الشحنه بتاعتها ايه، اتفضلوا بالمصر اهم، بيدوا له الدولار او بيحوله له ويدوا له ورقه ان خلاص الفلوس اندفعت. ده اللي كان بيحصل. طب دلوقتي البنك ما عندوش. السوق السوداء اصلا بتنشا من وجود فرق ما بين سعر الدولار الحقيقي وسعره في البنك. من هنا بتلاقي ناس بتشتري منك الدولار بره البنك بسعر اعلى، وطبعا انت بتروح للسعر الاعلى. ليه بقى؟ التاجر العادي لو تاجر مثلا بتاع الموبايلات او بتاع العربيات او بتاع الزيوت، أو واحد عادي شغال شغل عادي، تمام؟ مش اللي هو الشمال. فرايح مثلا البنك، سلام عليكم، انا جاي لي شحنه مثلا بتاعت زيوت وعايز 10 مليون دولار. ادي فلوسكم المصري بسعر البنك اللي هو 30 وشويه او 31. فيقولوا له ما عندناش. طب هو الراجل عنده اوردر او عنده طلبيه او عنده شحنه عايز يدفع فلوسها، هيعمل ايه؟ نحمد ربنا سبحانه وتعالى انه قرر انه يستمر في الشغل، ونسال الله سبحانه وتعالى ان احنا ما نوصلش للمرحله دي اللي هي حصلت في لبنان. اللي هو ايه؟ انت هتوجع دماغي ليه؟ انا القرشين بتوعي احولهم دولار، احولهم ذهب واقعد في البيت. انا معايا ايه شغال بكام يعني؟ ب 100 مليون دولار؟ بمليون دولار؟ بمليون جنيه؟ هحولهم لدولار واقعد في البيت. الدولار النهارده ب 50 ب 60، بكره بقى ب 70، بعده بقى ب 90، ما انا بكسب وانا قاعد في البيت. الذهب كان او دلوقتي مثلا باربعة او بتلاتة 800 او بتلاتة 600، بعد شوية هيبقى بخمسة، بعد شوية هيبقى بسبعة، بعد شوية هيبقى بعشرة، انا بكسب وانا قاعد في البيت. نتمنى ان احنا منوصلش المرحلة دي. التجار دلوقتي عايزين يشتغلوا، فبيعمل ايه؟ بيتوجه للسوق السوداء. السوق السوداء يعني ايه السوق السوداء؟ ناس بيجي لها فلوس وناس عايزة فلوس، ناس بيجي لها دولار وناس عايزة محتاجة دولار. مثلا واحد مسافر في الخليج او واحد مسافر في اوروبا، بيبعت لاولاده او بيبعت لاهله او بيبعت لزويه او بيبعت لمراته او ايا يكون، او بيبعت لاي حد، لاخوه مثلا 200 دولار، او بيبعت لمراته 200 دولار، عشان ايه؟ تدفع مصاريف المدارس، تقضي مصاريف البيت. شاب مثلا عايز يوظف شقه، عايز يبني بيت، عايز يشتري حته ارض، فبيبعت لابوه 200 دولار، 500 دولار، 1000 دولار، 2000 دولار، ايا يكون الى تحويلات المصريين اللي في الخارج، او اللي بيصدر منتج وبيدخل فلوس.
دول الايه اللي هم اصول الايه واللي شغالين في السياحه طبعا. دلوقتي السايح ما بيروحش البنك ولا ليه علاقه، موجود الخيرتي اتفضل يحول وصلتك، وبعد كده الخيرتي يروح ايه زي ما انت عارف، او الانيميشن اللي هم بيبقوا المرافقين للسياح. دول الموردين الرئيسيين دلوقتي في الدولار في مصر. حلو الكلام، كلام زي الورد. انت بتروح تشتري منهم، طبعا مش هتروح تشتري بسعر البنك، فبتروح بتعرض سعر اعلى، وما ينفعش تقول له بريزه فرق ولا ربع جنيه، لا بتضرب. وبيخضع بقى بعدها للعرض والطلب. العرض والطلب، العرض زاد والطلب قليل السعر بينزل. العرض قليل اللي هو شح الدولار والطلب كتير السعر بيشيط. وصلتك القصه؟ احنا في حالتنا هنا في مصر ما بقاش في حاجه اسمها سوق رسمي وسوق موازي، بقت كلها سوق موازي، كلها سوق سودا. حتى السيسي بنفسه طلع قال احنا بننزل نشتري الدولار من السوق عشان ندفع الاقساط او اقساط القروض. طلع اكتر من حد طالع، خبراء الاقتصاد طلعوا في الاعلام ويقولوا البنوك دلوقتي بتشتري من بعضها وبتوفر العمله بسعر، كان ايامها الدولار بحاجه و50، كانوا بيقول لك بيشتروه من بعض ب75، احلى سعر. انا عايز فلوس، انا عايز دولار باي شكل، ما بقاش في سعر رسمي اصلا، كله بقى شغال في السعر الموازي. كل ما الفرق كبير ما بين سعر البنك وسعر السوق السوداء، ده بيزود الطلب على السوق السوداء في البيع والشراء. خلاص اركن البنك بقى. ولما بيوصل الفرق للحاله بتاعتنا اللي هو تقريبا الضعف او اكتر، بيختفي دور البنك تماما في بيع وشراء الدولار، والكل بيتجه للسوق السوداء للوضع اللي احنا فيه دلوقتي. يعني ايه بقى تعويم؟ يعني البنوك بتحدد سعر الدولار تبعا للسوق وحاله العرض والطلب عليه، مفيش تثبيت. اللي احنا في وضع اللي احنا فيه دلوقتي تثبيت سعر وهمي. فبالتالي البنوك بتعمل نفس اللي بتعمله السوق السوداء، السعر بيتغير. طبعا ده مش موجود في مصر على مر التاريخ، مفيش حاجه اسمها تعويم كامل، اسمه تعويم مضار. يعني انا بخفض العمله بتاعتي، هو مثلا كان ب 15 خليته ب 16، خليته ب 19، خليته ب 20، خليته ب 24، خليته ب 28، خليته ب 30 وثبته. فبالتالي السوق الموازيه اشتغلت. فانت واقف عند ال 30 وهو وصل للاسبوع اللي فات او من 10 ايام وصل ل 72. حلو الكلام، ودلوقتي نزل تاني، هنعرف دلوقتي نزل تاني ليه. وبالتالي البنوك بتعمل نفس اللي بتعمله السوق السوداء. فحضرتك تلقائيا بتروح تتعامل مع السوق الرسمي. يعني خلينا نفترض انت حضرتك باعت لوالدك 200 دولار. لو انت رحت دلوقتي سعر البنك هتحولهم ب 6000 جنيه. حلو الكلام، كلام زي الفل. لو احولهم من بره على سعر النهارده اللي هو 60 مثلا، خلينا نفترض اللي هو سعر النهارده مثلا 60، هيحولهم ب 12000 جنيه الضعف. هتختار ايه؟ في مخاطره، بس مخاطره فيها مكسب، فيها الضعف. انما لما يبقى البنك 60 والسوق السوداء 60، لا طبعا وانا واقف في البنك بيبعت لي الحواله بقول له اتفضل انا عايزها مصري، هاخدها مصري مش هاخدها دولار. ده اللي كان بيحصل قبل الايه الازمه اللي احنا فيها دي. كله بيروح ابنك بعت لك 200 دولار، او جوزك بعت لك، او ابوك او ايا يكون بعت لك مبلغ، فبتقول له انا عايزه بالدولار، انا عايزه بالمصري دلوقتي. لا انا عايزه بالدولار، مش هتدولي بالدولار، مش عايزه، اتصل بابنه اسحبه تاني. تمام. فلو اتساوى السعرين انت هتختار الرسمي. وبالتالي البنوك بتعمل نفس اللي بتعمله السوق السوداء. فحضرتك تلقائيا بتروح تتعامل مع الرسمي والمضمون والامن، وهو البنك. وهنا بتموت السوق السوداء، ما بيبقاش الا شويه الشمال اللي انا قلت لك عليهم اللي هم ثابتين على طول. فلازم تفهم ان التعويم او تحريك سعر الجنيه ده خراب للسوق السوداء، مش العكس، اللي هم التجار بقى والمضاربين. التجار والمضاربين التعويم هيأثر عليهم. ما هو انت دلوقتي انا وانا قاعد اهو بتجيب لي حته ورقه باخدها منك ب 59 واسلمها للتاجر الكبير او للمستورد الكبير اللي عايزها ب 61، بيطلع لي 2 جنيه، حولت في اليوم 10000 دولار، كسبت 20000 جنيه وانا ما عملتش اي حاجه، لا ابيض ولا اسود، بعت ورقه واشتريت ورقه. في جزئيه ثانيه مهمه جدا لازم تفهمها، هو ان سعر الدولار كام مش بيفرق كتير مع السوق السوداء، هو مكسبه 2 3 جنيه، الا اذا في حاله ايه؟ شح الدولار، شح الدولار. فبيشتريه بسعر وبيبيعه بسعر اغلى. يعني مثلا هو معاه 10000، فانت بتتصل بيه انا عايز 50000 دولار مثلا، فيروح جاي ضارب لك سعر ازيد 5 7 8 10 جنيه، عايز مش عايز، ما هو انت اللي محتاج. تمام. فاللي بيفرق معاهم هو مكسبه.
ومكسبهم هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، والفرق ده بيزيد جدا لما الطلب بيزيد على الدولار ويقل العرض، وده بيحصل لما بيكون الدولار في حالة شح او البلد في حالة شح للدولار. سؤال بقى اللي شاغل الرأي العام دلوقتي، ليه السوق السوداء بينزل سعرها دلوقتي؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده طبقا للمقالة اللي مكتوبة، عايز اديك مثال بسيط جدا، تلات حاجات كده احفظهم عني. الاقتصاد ما بيحبهمش. تلات حاجات الاقتصاد ما بيحبهمش. اول حاجة خالص العند، ما بيحبش العند خالص، ما بيحبش الفهلوة، وما بيحبش فقدان الثقة. تلات حاجات دول ده في وضع الاستقرار. طبعا عارفين في حالة الايه؟ الاضطرابات السياسية الاقتصاد بيتأثر، الاقتصاد والسياسة واجهين لعملة واحدة. لا انا بقول لك في وضع الاستقرار زي ما احنا فيه، في حالة استقرار سياسي او في حالة استقرار سياسي. ما بيحبش التلات حاجات دول، العند ولا فهلوة ولا فقدان الثقة. خلينا اديك امثلة للتلات حاجات دول. العند اللي السيسي قاله من تلات اسابيع مفيش تحريك للسعر، مفيش للدولار، و لو كان تم ساعتها كنت لحقت الموضوع بدل ما الموقف بقى صعب زي دلوقتي. فما بيحبش العند. ليه؟ خلينا اديك مثال. حضرتك عندك سخونية. حلو؟ فهل ينفع تروح تاخد علاج للسخونية؟ لا طبعا. انت عندك اصلا السخونية دي عرض، لازم تشوف المرض. عندك بقى التهاب في المعدة، عندك مش عارف ايه، عندك ايه، عندك ايه، عندك ايه، لازم تشوف اساس المشكلة ايه. اساس المشكلة ايه؟ لان انت لو عالجت ارتفاع درجة الحرارة هيعبر عن نفسه المرض في شكل تاني. وصلتك؟ عندك حمى او عندك تايفود او اي مرض بيعبر عن نفسه بحاجات، اضطرابات درجة حرارة، اسهال، مش عارف ايه. ما تروحش تعالج الاسهال، انت تروح تعالج المرض الرئيسي الاول. خد له بقى انتبيوتك، تاخد له. مين اللي بيحدد ده؟ الدكتور، مش الفهلوة. الفهلوة ما تنفعش، ودي اللي ما بيحبهاش مين؟ ما بيحبهاش الاقتصاد. النقطة اللي بعد كده فقدان الثقة. يعني ايه فقدان الثقة؟ هيجي حد يقول لي يا ابراهيم الناس هي السبب، واحد من المعرضين بقى الكبار، الناس هي السبب في الازمه دي. ليه يا عم؟ الناس بتروح تاخد الفلوس وتروح تبيعها بره البنك، المفروض تدعم الاقتصاد. اقول لك تعالى بس واحده واحده كده. من 10 سنين ساعه ما كان الاداره لسه ماسكه وقالت عايزين نحفر قناه السويس الجديده ونعمل ونعمل، الناس عملت ايه؟ الناس راحت باعت حلقانها وذهبها، وباعت شقق وباعت عقارات وكسرت ودايع عشان تروح تحط في موضوع قناة السويس. وبعدين قبل ما يستلموا فلوسهم كان حصل تعويم، خسروا معظم مدخراتهم. مش بس كده، المشروع نفسه اتقال لك ده رفع اللوح المعنوي، ما دخلش جنيه وهم ما استفادوش منه بجنيه. بس لا، بعدها على طول طلع السيسي قال ايه؟ عايز اوريك اللي عمرك ما شفته، بس ادفع، مفيش حاجه ببلاش. طيب طالما انت عايز ندفع، اذا لازم احوش، لازم انصح لنفسي بقى. طالما هي الموضوع بيزنس وانت بتتعامل معايا كمواطن على اني زبون، لازم انصح لنفسي. ما تجيش تقول لي بقى تعالى اقف جنبي، مصلحتي ومصلحتك. دي الثقة اللي انا بقول لك عليها. يعني مصر بقى لها 20 30 سنة مشغلة دار الافتاء ومشغلة الشيوخ، الوضع تحط الفلوس في البنك مش غلط ومش ربا ومش عارف ايه ومش عارف ايه. ودلوقتي الناس وصل لها ان البنك بقى بينصب عليهم. يعني انا معلش وابني دعيت لي 200 دولار اروح احولهم واخسر 6000 جنيه عشان خاطر مين؟ انت هترحمني في الكهرباء ولا في الميه ولا في الزيت اللي غلي ولا في الاكل ولا في السكر ولا ولا ولا؟ لا، انا عايز اكفي احتياجاتي. فالتلات حاجات دول لازم يرجعوا. مفيش فهلوه، لازم الاقتصاد يستلم واحد بتاع اقتصاد فاهم يعني ايه اقتصاد. زي مثلا ما طلع مثلا نجيب سويرس او غيره او غيره او غيره، طلع قال لك حل بقى عبقري. ايه الحل العبقري يا نجيب او يا غيره او يا غيره ايا يكون بدون ذكر اسامي؟ طلع يقول ايه؟ لازم يحصل تعويم والدولار يبقى اغلى من السعر الموازي، ساعتها هنلم دولارات كتير. ده الكلام ده مظبوط في حاله ان انت يبقى عندك حصيله دولاريه كفايه هتزودها. انما اصلا انت ما عندكش حصيله، واللي جاي اللي هيحصل فيه هيتسدد بيديو، فبالتالي البنك برضه هيبقى ما فيهوش دولار، فانت كده ساعدت السوق السوداء انها تقفز اكتر. عشان كده بقول لك حد بتاع اقتصاد اللي يعمل المنظومه دي ويعمل خطه. هنعاني 5 6 شهور على بال ما الوضع يستقر، بس بعد الخمس ست شهور هنرجع نصل لمرحله الاستقرار في سوق العمله.
اولا ليه السوق السوداء بينزل سعرها دلوقتي؟ اولا لانه مش عايز يحصل تعويم، زي ما شرحنا التعويم ده خراب للسوق السوداء، فهو مش عايز يحصل تعويم، فبيهدي اللعب شوية وبيرخي الحبل تماما، ده اولا. ثانيا هو من مصلحته يلم شوية دولارات بسعر قليل، ده في فلوس جاية واشاعات هنا واشاعات هنا، نزل السعر عشان يلم بسعر قليل، بعد شوية يخزنهم وبيعهم بسعر اغلى لما الفنكوش ده يخلص. تمام، شوية دولارات في الجو ده من العملاء الخوافين اللي عظمهم طري ينفعوه بعد كده، او ممكن يكون بيلمهم لمصلحة جهة او جهات ما. ثالثا تجار السوق السوداء عارفين ومتأكدين، دي النقطة اللي انا بقول لك عليها، ان البنك المركزي ما يقدرش يستمر ولو لمدة شهر واحد في لعبة السعر المرن اللي هو سايبه كده، لا لازم يبقى مضار. ليه؟ ده الاعتبارات كتير اهمها عباء الديون، تكاليف المشروعات اللي شغالة، الموازنة العامة، كل ده بيتأثر بسعر الجنيه امام الدولار. البنك المركزي في الحقيقة مش بيواجه الجنيه، لكن بيواجه الحكومة وتعليماتها في المقام الاول. تجار السوق السوداء يعلمون تمام العلم باستحالة تطبيق الحكومة والبنك المركزي لتعليمات صندوق النقد اللي خلاص اوشكوا على الاقتراب من التصديق عليه، والقرض اللي فات ما قدروش يكملوا لان الوضع هيبقى كارثي. يعني خلينا نفترض، تعرف يعني ايه الدولار يبقى ب60 جنيه في السوق اللي هو في البنك؟ يعني البنزين هيغلى، يعني الكهرباء هتزيد، يعني الغاز هيزيد، يعني المية هتزيد، يعني كل حاجة في البلد هتزيد. اللي ما زادش هيزيد، واللي زاد هيزيد تاني، فدي كارثة. الكارثة بقى كلها ان انت بعد ما تعمل ده ما تعرفش تسيطر بعد 5-6 شهور، كده انت دخلت في النفق المظلم. صحيح الدولة خدت بعض الاجراءات المحمودة، زي مثلا ايه؟ الحكومة لن تستورد، مصطفى مدبولي طلع قال الحكومة لن تستورد سيارات جديدة لها حتى 30 يونيو المقبل، الحكومة هتأجل كذا، الحكومة هتأجل المشاريع اللي بتحتاج لدولار في الموازنة الجديدة، شوية حاجات كده اجراءات كويسة كنا قلنا عليها من سنتين، وده اللي انا قصدي اقول عليه اللي هو العند ان انت اخرت، ولكن ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي. برامي عيسى بقى بيلخص لنا البوست اللي انا جبت لكم ده كله او المقالة دي كلها في ايه؟ بيقول أزمة مصر ليست في تدفق الأموال. أنا قلت لك عندنا كل حاجة، ما هو السوق الموازي ده بيجيب منين يعني؟ بيطبعوا دولارات؟ لا، أما هم بيجي لهم دولارات سواء من السياحة أو سواء من العاملين في الخارج أو 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 أو، وبتكفي برضه. لكن في كيف تدير الدولة تلك المليارات؟ الإدارة اللي هي الفهلوة اللي أنا بقول لك عليها. فمصر تلقت بالسنوات الاخيره 165 مليار دولار اللي هي حجم الديون، ده غير تسديد اقساط وفوائد تلك الديون، ده غير منح من الدول العربيه بمليارات الدولارات، ده غير دخلنا السنوي بمليارات الدولارات. ده مين؟ ابراهيم عيسى. كل ده راح فين؟ اتبخر. عشان كده بقول لك الاداره. طيب النزله الاخيره اللي فاتت دي هل هي مفيده اصلا؟ لا. طب هل موضوع القبض على تجار السوق السوداء اللي احنا بنسمع عنه ده ومصادره مليارات الدولار، هل ده مفيد؟ لا. خلينا ابسط لك. حضرتك ماشي على الطريق الصحراوي ومعاك مراتك ومعاك اولادك وماشيين بالعربيه على الصحراوي، مفيش حد حواليك في الصحراء، لقيت ابنك من ورا في الكراسي اللي ورا بيقول لك خلي بالك يا بابا لمبه الايه، اللمبه منوره حمراء بتاعت الايه، بتاعت الزيت. بعدها بشويه ابنك بيقول لك خلي بالك يا بابا اللمبه منوره حمراء، بعد شويه مراتك بتقول لك يا حبيبي اللمبه منوره حمراء. فانت عملت ايه اللي حصل بقى اليومين اللي فاتوا دول في القبض على الرجال بتوع السوق السوداء او التجار او 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 او؟ اللي حصل ان انت رحت كاسر الايه، اللمبه الحمراء عشان ما تنورش. بس خلاص انت كده حليت المشكله؟ لا ما حليتش. ليه؟ لان انت نص ساعه ساعه العربيه المكنه هتقفش منك، وبالتالي انت وقفت في الصحراء ما انتش ايه، ما انتش عارف تتصرف، وحتى لو لقيت حد يقطرك او لقيت حد ينقلك وياخدك، العربية دي عايزة 3-4 اضعاف الرقم اللي انت كنت مستخسر تدفعه، اللي هو مثلا انت كنت هتقف في اي بنزينة في الصحراء تشتري لتر او جيركن او 2 بتوع زيت حتى لو بالسعر الغالي، دلوقتي هتضطر تسقط مكنة ب 200-300 الف، بدل ما كنت هتدفع 2000-3 بقيت هتدفع 200-300 الف. بسبب ايه؟ العند اللي انا قلت لك عليه والتصرف الغير مضبوط. خلينا احط لك ده بقى على الامر الواقع. انا تاجر بتاع زيوت او تاجر بتاع اقماح او تاجر بتاع موبايلات او 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 او، حضرتك رحت البنك قالوا لي مفيش، رحت رايح للسوق السوداء رحت قابض عليا او قبضت على حد زميلي فانا خفت ومرضتش اشتغل، ايه اللي هيحصل؟
الحاجه دي مش هتيجي، فبالتالي هيحدث شح في المنتجات، فبالتالي السعر هينضرب في 2 في 3. ما حلتش المشكله. بس ده اسوأ احتمال، انت لو قطعت عليهم كلهم وكلهم خافوا هيحدث مجاعه مش شح، هيحدث مجاعه، والشح بيسبق المجاعه. ها انت كده حليت؟ لا، الحل الرئيسي يا باشا انك توفر الدولار، ما تعالجش العرض. السوق السوداء هي عرض للمرض الرئيسي اللي هو ما عندكش دولار. مش ما عندكش دولار ان ما فيش دولارات، لا، ما عندكش دولار انك مش عارف تدير الاقتصاد، فبالتالي سلم الاقتصاد لحد يعرف يديره كويس عشان يعرف يعمل منظومه تستقطب كل شيء. انت دلوقتي قلبت الكفه، بعد ما كانت كل الناس بتتعامل في البنك، دلوقتي بقى البنك نفسه بيتعامل في السوق الموازي، الحكومه نفسها بتروح تشتري من السوق الموازي، فكارثه يعني. فنتمنى نتمنى نتمنى ان احنا ننقذ الموقف، ونتمنى السلامه للجميع، وان شاء الله بلدنا تمر من الازمه دي على خير. يا جماعه انا اديت مثال قبل كده وعملت فيديو على التيك توك وقلت يا جماعه احنا جربنا في الكهرباء موضوع الفهلوه و وفي الاخر ما عرفناش نحل، لما سلمناها للدكتور محمد شاكر الموضوع اتحل. بس سلموا الاقتصاد حد كويس جدا يعمل المنظومه ويديرها كويس. هنتأذى مع بعض كلنا، وساعتها قلت الناس استحملوا بس في خلال 6 شهور، لان في برنامج واحد انت الناس هتمشي معاك. انما شغل الفهلوه والحوارات اللي احنا بنشوفها دي مش مظبوطه ومش صحيحه. حتى لو حررت السعر 500,000 مره، طالما ما فيش بوتقه قالتها رئيس الصندوق النقد الدولي، قالت مصر عباره عن مصفى، مهما حطيت ميه مش هيستقر فيها حاجه لانها مصفى، فمحتاجين حد يلغي المصفى دي ويجيب حاجه مسدوده للفتحات، فبالتالي الميه اللي هتحطها في الاخر هيبقى معاك حاجه مليانه. لو انت عملت مخزون حسن مبارك مر بنفس الكارثه دي وبنفس الازمه دي، وكانت مصر هتعلن افلاسها قبل حرب العراق والكويت. اول ما جت حرب العراق والكويت جري ودخل الجيش وما خد قرشين حطهم في البنك المركزي تاني رايد عليهم، طولت مدته في الحكم 20 سنه. ما بقولكش اعمل زيه، هات حد يدير المنظومه بشكل كويس جدا، وبالتالي هنطلع. مصر ايراداتها الدولاريه كتير، بس المشكله زي ما قال برامي عيسى، المشكله ان ما عندناش حد يدير بشكل كويس. دي الخلاصه، اي حاجه غير كده انت بتعمل ايه؟ بتحارب طواحين الهوى. بس يا سيدي شكرا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشرقاوي. شكرا.